بعد إذا فجاءة أو قسم لنا وكسر من بعدك بعد إذا فجاءة أو قسم لنا بعده بوجهين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعد إذا الفجائية لك في إن الوجهان، إن قدرتها مع مدخولها بجملة كسرتها، وإن قدرتها مع مدخولها بمغرم فتحتها. فقل خرجت فإذا إن زيدا واقف، التقدير فإذا الوقوف، تقول فإذا أن الوقوف مفرد، الوقوف حاصل، أو تقول فإذا زيد بالباب جملة، إذا زيد واقف جملة. إذا قدرتها ما بعد إذا جملة كسرتها، وإذا قدرتها مفرد فتحتها. أن ومدخولها أن من قبيل المفرد، من قبيل المفرد، أول بالمفرد، أول المكين أن أنزلنا، أول المكين إنزالنا، إنزالنا مفرد. وأحب أن تحضر، أحب حضورك، فنقول أن ومدخولها وأن ومدخولها من قبيل المفرد للجمع. هذا مثال واضح. ومن آياتنا أنك ترى الأرض خاشعة من أجل رؤيتكم، ولا تخافون أنكم أشركتم ولا تخافون شرككم. وضع جاء بالوجهين قول للشاعر: لتقعدن مقعد القبر، قد كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القضاء واللهازم، إذا أنه عبد القضاء هو الوجهين. ونقوله بعد إذا فجاءتنا أو قسمي لنا ما بعده، كذلك القسم أو قسمي الصواب أن تضع قبلها أو فعل قسم. إذا صلح صلح بالفعل، إذا صلح بالفعل ولم تأتي اللام في الخبر لك الوجه، تقول حلفت بالله أن زيدا عالم، حلفت بالله أن زيدا عالم. إذا لم تصلح بالفعل تحكمه يحكم ما قيل لك أنت. اللام لا بد الكسر، سواء جاءت اللام من حين يسار به إن في السماوات والأرض لآيات. أو لم تأتي اللام من العصر الإنسان، أو جاءت اللام والعصر الإنسان الذي خصنا حيث كانوا بين إنا أنزلناه، لم تأتي اللام. إذا لم يكن الفعل فعل القسم ليس لنا إلا كسر إنا، جاء بخبرها اللام أو للتي. أما إذا صلحنا بالفعل فلنا الوجهان بشرط أن لا يقترن خبرها باللام، فإن اقترن خبرها باللام تعين كسر، يا اللام تصحب الخبر المكسورة. بعد إذا قسمي للا ما بعده، قال لتقعدن مقعد القصي من ملي القادورة المقلية أو تحلفي، قال تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، إني أبو ذيالك الصبي روي بوجهين. إذا قلت أني تكون أنه ما دخلت عليه نصف بنصف الخبر، التقدير بأني. أنا أقول لي بعد إذا فجاء خسرات كذلك يا كاذب، إن بعد فائد نسائي لك فيها الوجهان، الكسر على تقدير ما على فائد جدا والفتح على تقدير المفرد. قال من يأتيني فأنه مفرد، أي فالإكرام مفرد، أو فهو مفرد جملة جملة خبر. قال كتب ربك على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد وأصلح فإنه غفور رحيم، قرأت فرش فإنه غفور رحيم. بعد ما تقول ولا يطردوا بنحو خير القول إني أحمد، خير القول إني أحمد فيها الوجهان، خير القول إني أحمد أو أني أحمد. بعض المسألة أن تكون إن خبر عن قول، والخبر عنها قول والقائل واحد، خير القول إني أحمد القول هو المبتدأ، وإني خبر عنه، وإني أخبر عن هذا القول وهو أحمد والقائل واحد. فإن اختلف القول الأول تعين خير العمل أني أحمد الله، أو خير العمل أني أسعى في الخير. فإن اختلف القائل أو لم يكن خبرها قولا تعين الكسر، قولي إن زيدا يحمد الله اختلف القائل، أو قولي إني أصنع الخير، الخبر ليس قولا تعين في الوجهين الأخير الكسر. إذن ضابط المسألة أن تكون إن خبر عن قول، والخبر عن قول القائل واحد، يكون لك الوجهان. وبعد ذلك الكسر تسحب الخبر من ابتداء النحو إن لا والله، تختص إن المكسورة عن بقية الباب أن الدام تسحب خبرها لمزيد التوكيد، فتقول إن زيدا عالم، فإذا أردت أن تؤكده قلت إن زيدا لعالم،
وضع بسم الله الرحمن الرحيم طيب وضع لمن اصحاب القريه اللي جاء المرسلون اذا صلنا الى المنذرين فكذبونا واسلمنا وقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر منا وما انزلنا من شيء ان انتم مدبرون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون جاءت الامر تمام هي حدث شخصا يثق في كلامه يقول هذا مطر نازل اذا كان يشم فقل ان مطر نازل اذا كان يكلم فقل ان مطر نازل وبعد ايات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء واصلها مؤخره في من تقديم هي اصلها لام ابتداء تقول لزيد عالم اذا اردت لزيد جئت بان تركت الصدر بان واتيت بالله مؤخرا مع الخبر وتسماه مزحلقه كره ان يجمع بين مؤكدين تقول لزيد عالم كره ان تقول ان لزيد عالم ترك الصدر بان وجعل الاعلام مع الخبر وسماه مزحلقه أنا أقول وبعد ذلك الكسر تصحب الخبر اليوم نحو إني لوزر إني لمجد ولا يلي بالله ما قد نبي ولا يلي بالله ما قد نبي لا يلي الفعل المنهي لا تقول إن زيدا لما يقوم إن زيدا لما يكتب ولا يلي بالله ولا من الأفعال ما كراضية لا يليها الماضي المتصرف لا تقول إن زيدا لقام إن زيدا لكتب لا يقول أنا أقول ولا يلي بالله ما قد نبي ولا من الأفعال ما كراضية وقد ما هو مفهومه الجامع لها إن زيدا لنعم الرجل إن زيدا لعسى أن يقوم يليها وقد يليها مع قد لأن قد تقرب الماضي إلى الحاضر إذا قلت قام زيد قد يكون قيامه قبل 100 سنة وقبل سنة وقبل دقائق لكن إذا قلت قد قام أنا هذا أن قيامه قريب فقد تقرب الماضي إلى الحاضر ولذلك ساغ دخولها على الماضي الواقع خبر الجنة فتقول المزيد لقد قام وقد يليها مع قد كريم ماذا لقد سمعها العدام الصالح تصحب الواسطة معنى الخبر والقصد لا تصحب الخبر فقط تصحب غيره تصحب الواسطة ما الواسطة؟ قال معمول الخبر إن زيدا لكتابك قارئ بشرط صلاحيتها للدخول على الخبر إذا كان لا تدخل على الخبر لا تدخل على معموله من باب أولى تقول إن زيدا لكتابك قارئ لأنك تصل تقول إن زيدا لقارئ إن زيدا لكتابك يقرأ لأنك تصل تقول إن زيدا لا يقرأ ولا يصل تقول إن زيدا لكتابك قرأ لأنك لا تصل تقول إن زيدا لقرأ أنا قوله ولا يلي أصحاب الواسطة مع مولى الخبر والفصل ما هو الفصل؟ الفصل ضمير منفصل عند البصرية حرف وعند الكوفية اسم سميه الكوفية عمادا اسم البصرية ضمير فصل إن هذا لهو القصص الحق وإن له الصافون يصحبه الدام كثيرا أصحاب الواسطة والفصل وسميه الكوفية عمادا لأن السامع المتكلم يعتمد عليه في تعيين أن نبذ الخبر وليس أحسن يقول زيد العالم قد يقول للسامع أن زيد مبتدأ والعالم خبره والعالم صفته ويبقى منفردا للخبر فإذا قلت زيد هو العالم كان يبقى منفردا شيء وسمى عماده وسمى البصرية بصر وهو عندهم حرف وإن كان لفظه لفظ اسم وقال بعضهم هو اسم واحتج في قراءة بعضهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه قال أنت مبتدأ والرقيب خبره والجملة نحن ونص خبر كل ضمير الشأن قال ضمير الشأن ضمير خرج على القياس العربي من خمسة أوجه أن مفسره جملة واقعة بعده ولا يعود على مذكوره ويلازم الإفراد ولا يعمل فيه إلا الابتداء ولا يتبعه لا يعطف عليه ولا يؤكد منه واتق دعوة المولوع فإنه ها عائد على أي شيء قال تعالى فإنها لا من أبصار ولا تكن القلوب في نفسه يكون دائما بلفظ إفراد مذكرا بإضمار الشأن أو الحال أو مؤنثا بإضمار القصة قال القياس من خمسة أوجه لا يتبعه لا يعطف عليه ولا يؤكد واسم الحل قبله
وضمير الفصل يقع بين المثل والخبر، لا يقع الا في هذا، يقع بين المثل والخبر. زيد هو العاقل، او ان زيد هو العاقل، اسم النبي نصر كذا. كنت أنت ضمير المتصل، هي ضمير المتصل على الحق. هي ضمير فصل أو توكيل؟ ها؟ ضمير فصل لما كنت أنت هي ضمير فصل. ضمير فصل يقع بين المتصل والخبر. التاء مبتدأ، التاء في كنت، مبتدأ في الأصل. وبقي له خبر. هذا ما قرر هذا. هي قد تكون توكيل، لكن قرر أنها حرف. وقال بعض المسيح. وحكى سيبوي. ظننت زيدا، ظننت زيدا هو خير منه. هذا نص يستدل على الناس، وكالنص الاول وقال الاخر الثاني. واسما حل قبله الخبر، واسما حل قبله الخبر. ان في الدليل رجلا، ان في ذلك لعبره لمن يخشى. اسم حل قبله الخبر،